السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا النهاردة يا شباب. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن المشحمة اليدوية. المشحمة اليدوية زي ما انتم شايفين كده بنضغط ما بتطلعش الشحم أو بتطلع بسيط خالص، واخدين بالكم؟ تعالوا نفكها مع بعض ونعرف ايه بتشتغل ازاي. طبعا دي متكونة من ايه؟ طبق. الطبق ده اللي بيحبس الشحم، ودي ستوستة اللي بتدوس على الطبق عشان تلمل الشحم تخليه يدخل عند ايه؟ عند فتحة السحب. يبقى عندنا هنا الستوستة والطبق، وفي تيلة هنا اللي بتحجز الطبق ده ان هو ما ايه؟ ما يخرجش. هنفكها مع بعض كده. طبعا ده الشحم اللي جواها. أول حاجة ايه؟ هنشيل الشحم ده عشان نقدر ان ايه؟ نطلع التيلة اللي هنا ونفكها. يا جماعة احنا نضفنا، هنشيل التيلة الموجودة هنا دي. طبعا الطبق هنا ايه؟ التيلة مش لحاجز الطبق، لا ده الجلف ايه؟ في شفة هنا هي اللي ماسكة ايه؟ الطبق ان هو يخرج. فبالتالي احنا يا اما هنفك البلف ده اهو، يا اما هنفك البلف ده، يا اما هنفك الماسورة كلها ونسحبها من ورا. كده احنا ايه؟ نفك الماسورة كلها. كده ايه؟ هتفك كده الماسورة ايه؟ ادي السوستة ايه؟ وادي الطبق اهو. وادي البلف اهو. دي الماسورة اللي فيها ايه؟ دول بلفين. البلف ده بتاع السحب والبلف ده بتاع الطرد. تمام؟ نفك هنا بلف السحب عشان نشوفه من جوه، نشوف شكله ونتعرف عليه، نتعرف على مكوناتها من جوه. خليكم معايا. كده يا جماعه احنا خرجنا الماسوره ايه؟ هنمسك الجلابه كده ونمسك البلف من ايه؟ الناحيه التانيه، ونحاول انها نضغط كده عشان نفكه. ده بلف السحب، هننضفه. في تيلة اهي من جوه هنشيلها. وفي هنا ايه؟ ستيل بول او بلية ايه؟ بلية صغيرة. وادي التيلة هي اللي بتمسك الايه؟ البلية. وادي الايه؟ البلف نفسه اهو. نضفه كويس. تمام، ده بلف السحب. نيجي لبلف الطرد، هنفكه بنفس الطريقة.
تمام، في جوه منه في سوستة اهي، سوستة مسلوبة وبيضة صغيرة، نفس مقاس البيضة الكبيرة. هننضف دلوقتي البلف ده، ده طقم الأورنج اللي راكب عليه، ننضفه كويس من جوه، لأن لو في أي رواسب أو في مثلا في أي حاجة بتعوق تأثير البلية أو بتعوق الحركة بتاعت البلية هتأثر على إيه؟ على الضغط بتاع الشحم. دلوقتي يا جماعة احنا فكينا البلفين اهو زي ما انتم شايفين، لقينا الايه الاورنج اهو مقطوع، هو ده اللي بيهرب معايا الكبس. ما نخليش البيستم ايه البيستم اللي هو ده يشتغل ايه يسحب للشحن. طبعا ده هنغيره بواحد جديد اهو، تمام، ونغير الاثنين. طيب نيجي بعد كده ايه للتركيب. اول حاجة هركب البلف بتاع السحن، البلف بتاع السحب، بنركب البلية دي هنا ونركب وراها ايه التيلة. بالطريقة دي تمام. التينة دي لها ايه مجرى جوه هنا ايه بتبات فيها تركب بالطريقة دي. لازم بعد ما اركبها اطمن عليها كده ايه لفها كده الاقيها بتلف في ايه المانيان بتاعها جوه. دي اول حاجة. تاني حاجة هنركب البلف بتاع السحب اللي هو ده اللي بيركب يعني. هنركب الاول الاورنج، نركب الورق الاول تمام، وبعدين هنركب اللي قدام. بعد ما نركب الاورنج نطمن ان هما ايه هيركبوا معايا كويس، بحيث ان هو يبقى راكبين يبقى ايه حر الحركة، هو يبقى واسع قوي ولا ايه ضيق قوي. وبعدين نركب الايه البرية دي والسوستة. السوستة يا جماعة ايه لها ايه اتجاه القطر الصغير ده او الاقل بيبقى ايه ماسك البلية، والقطر الكبير ده اللي بيبقى ايه بيبقى نايم هنا او بيبقى ايه موجود كده، في خاطر لو ركبت كده مش هتديني ضغط وهتهرب ومش هتشتغل كويس. وهي تركب كده، تركب في البلف كده وبعدين ايه نربط بكده. نربط يا جماعة بنفس الطريقة اللي احنا ايه ركبنا بيها. وبعدين بنركب الماسورة، نحط حبة شحم الأول على الأورنج عشان ما يتقطعش واحنا ايه بنركب. دي وبعدين هنركب الماسورة. الماسورة طبعا
ده سن الايه مينفعش تركب كده، يعني هنا فيها الغوص تركب العكس، تركب كده لان الغوص ده بيركب ايه بيركب هنا كده. فانا كده الطريقة دي ده انا برسم بنديها ايه تجميع اخيره كده. تمام. تمام كده احنا ركبنا ايه ركبنا الماسورة وركبنا بلف السحب، ده آخر حاجة اللي هي بلف الطرد. أنا هركبه دلوقتي وهنجرب وبعدين نركب الطبقة السوستة. هربطه كده بإيدنا الأول ونجرب. الشحن يا جماعة هنحط دلوقتي ايه نحط العمود ده هنا. دلوقتي يا جماعة احنا ايه هنركب الطبقة السوستة، هنفك دي الأول وبعدين نركب السيستة. وبعدين نركب في الآخر ايه البلاك. في الاخر خالص هنركب التيل. نيجي بقى ايه نركب دي في الايه البرميل بتاع الشعر. طبعا دي يا جماعه وهي بتركب كده ايه لازم بتلم الشعر. تمام نلفها كده وبعدين نربط الصواميل بتاعتنا.